متأكد من الكلام اللي انت بتقوله ده يا خليل؟ إلا متأكد يا أبي، دي أختي نفيسة هي اللي قالت لي. دي تبقى مصيبة. أيوة صح، دي تبقى مصيبة. مصيبة ليه يا أبي؟ يعني ما انتش عارف تبقى مصيبة ليه يا خليل؟ بنت أخوك متجوزة واحد متجوز عليها اتنين. أيوة صح، إزاي يتجوز عليها اتنين؟ ما في ناس متجوزين أربعة يا أبي. إن شاء الله يكونوا متجوزين 20، لكن مش عيلة محمود جدلة أبدا اللي تقبل بوضع زي ده. طب افرض بقى حد من الموظفين عندنا في الوزارة عرف، هيقولوا إيه؟ رموا بنتهم لواحد أقل منهم ومتجوز عليها تلاتة؟ اتنين ولا تلاتة يا أبي؟ ركز معايا يا خليل، ركز. وبعدين إزاي نفيسة تعرف خبر زي ده وما تبلغناش؟ ما هي قالت لي. قالت لك؟ بعد إيه؟ بعد خراب مالطة؟ كبدة ولحمة راس وعكاوي في بحري. ايه عك ده يا متولي؟ عك دي اكلة ترم العظم، نودع بيها اسكندرية وما تتنسيش العمر كله. ايه ده، احنا هنسافر ولا ايه؟ مش كفاية كده احنا عدينا جمعتين؟ لا والنبي خلينا شوية بقى، احنا ورانا ايه؟ انا نفسي اقعد بس انا ورايا شغل متلتل، وكمان عايز اطمن على الولاد. ما انت بتكلمهم كل يوم في التليفون. بصراحة نفسي اشوف الواد المجرم اللي اسمه مكرم، مش قادر انسى المقلب اللي عمله فينا ليله فرحنا. شفت انت بتفكر في ايه وانا جنبك؟ وانت جنبي الحياه بتبقى جميله، عشان كده بفتكر حبايبي. انا خايفه لما اسافر مصر تتشغل عني وما تفكرش فيا. انا قلت لك عمري ما هخليكي تحسي ان في حد غيرك، وانا دايما عندي الكلمه الاولى، ولو في يوم من الايام حسيت ان حاجه ناقصاكي يبقى لك حق. ايه قلت ايه، نمشيها عكاوي ولا نخليها سمك وجمبري زي امبارح؟ نضرب عكاوي. يلا. بقى معقولة يا نفيسة تعرف ان في كارثة زي دي حصلت وتسكتي؟ هي اميني دي برضو مش بنت اخوكي؟ امال عاملة بتحبيها ازاي وبتخافي على مصلحتها؟ وهي يعني كانت جت اشتكت لي وانا سكت. يعني ايه؟ يعني نسيبها كده يعني؟ ايوه يعني ايه؟ نسيبها كده يعني؟ والله انا شايف الموضوع ده يخص امينة لوحدها. لا 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 نفيسة، يخصنا برضو احنا كمان. ايوه زي ما قال اخوكي كده، يخصنا احنا كمان. ده انا استغربت جدا لما قالوا لي انك حضرتي الفرح. الله، امينه عزمتني وما اقدرش ما اروحش. يعني انت عايزه تقولي لي ان امينه كمان حضرت الفرح؟ امال يعني كنت هروح من نفسي يا محمود؟ اكيد الراجل ده مش طبيعي، وتلاقيه هو اللي اجبرها على الحضور. شوفوا بقى هددها بايه. لازم يكون هددها باي حاجه، وحاجه كبيره جدا. انا اول مره اشوف واحده تحضر فرح جوزها من واحده تانية. انتوا عارفين هو ضغط عليها وهددها ليه؟ ليه يا ابي محمود ليه؟ عشان يبين قدام الناس انها موافقه على الجريمه اللي هو ارتكبها في حقها. طب والجوازه اللي قبلها؟ هو متجوز كم واحده بالظبط؟ ببنت اخوك يبقى متجوز كده ثلاثة. يعني يبقى لسه له واحده. خليل انا بتكلم في الشارع يا بيه، احنا مش جايين هنا نضيع وقتنا في الكلام. انا سبت شغلي وجامعتكم عشان اقول لكم ان الراجل المتسيب اللي اسمه متولي ده مش عامل لنا اي حساب، وفكرنا ملناش اي صفه في البلد، مع اننا وقفنا معاه في شغله عشان خاطر بس بنت اخونا. وانا نفسي ياما وقفت معاه وساعدته لغايه ما عملت له اسمه وكبرته في السوق. ما كله بتمنه يا محمود. ارجوك يا نفيسه مفيش داعي للاسلوب الاستفزازي ده، ومن فضلك قومي اتصلي بامينه خليها تطلب من الزفت جوزها ده يجي يقابلنا هنا دلوقتي. هتطلبه في اي بيت؟ في بيت الاولانيه ولا بيت التانيه ولا بيت التالته؟ الحاج متولي اشترى عماره من بابها وسكن فيها عيلته كلها. التلاته في بيت واحد؟ مش بقول لكم اكيد الراجل ده مش طبيعي؟ في حد في الدنيا يقدر يعمل كده غير لو كان مش طبيعي؟ يا جماعه امينه دي بنت اخونا ولازم ننقذها من السجن اللي هي فيه. نفيسه بقول لك ايه، اديني التليفون انا اللي هكلمها. ايوه هات النمره نفيسه انا هكلمها. خليل ايوه يا بيه، هات النمره نفيسه يا بيه كلمها.
بونسوار يا عمي، ازيك؟ وازاي ابله بسيمه والولاد؟ انا زعلانه منكم كده، ما تجيش تبارك لي على بيتي الجديد. يبارك لك؟ يبارك لك على ايه؟ على المصيبه اللي انت فيها؟ فين الراجل جوزك اللي بيعمل كل مصيبه والتاني؟ ايوه عايزه ضروري. لا ده موضوع يخص سمعه العيله. ايوه يخص سمعه العيله. خليل. ايوه يا بيه. لا الحاج مش موجود في اسكندريه. بيعسل، بيقضي شهر العسل مع عروسته، مش عارفه، بس هو كل يوم بيسال علي. ايه اتنيل على خيبتي؟ ده كور يا عمي.